بالأمس طالعنا أن الشعب السوداني أيضا يقدم لوحة مظاهرات حاشدة في المدن الخرطوم الثلاثة، أيضا في مدن عديدة جدا في السودان. بعد هذه المليونية، قراءتك للمشهد؟ طبعا يعني العنوان البارز للمشهد هو يعني وجود الثوار على الأرض وإصرارهم على استعادة السلطة المدنية في السودان. يمكن واحدة من الأشياء اللي لاحظها كل المراقبين بأنه ما زال القمع مستمر في هذه المليونيات. السلطة التي ينظر إليها بعض المحللين أو بعض المهتمين بالشأن العام في السودان على أنها قد تفضي إلى حكومة مدنية أو سلطة انتقالية، هذه يعني رؤية يمكن نطلق عليها أنها رؤية حالمة في ظل ما شهدناه نحن في الفترة السابقة، وكيف تم الانقلاب على السلطة المدنية وعلى الوثيقة الدستورية التي كانت تنظم هذا العمل. فبالتالي يعني السيطرة العسكرية على الجانب الحكومي الموجود الآن هو لا يبشر ولا ينذر بتحول يعني مدني حقيقي، ومجرد وجود السيد الدكتور عبد الله حمدوك في المشهد لا يعني أنه سيؤدي إلى هذا الأمر، بل هو وجوده ينظر إليه ويقرأ في إطار أنه مجرد كان وجوده كمشرع أو محلل لهذا الانقلاب الذي تم. وبالتالي نحن ننظر ونقرأ من رؤية الشارع ومطالباته. يمكن يعني نحن شاهدنا يعني الطريقة التي تم التعامل فيها مع الشارع في هذه المليونية، كثيرون نظروا إليه أن هنالك يعني انحسار في الوجود الأمني والهجوم الذي كان يتم ومسألة القتل وما إلى ذلك، ولكن هذا لا يمنع أنه تم يعني قمع الثوار، أطلقت كميات كبيرة جدا من الغاز المسيل للدموع، شاهدنا فيديوهات لبعض الثوار الذين احتموا ببعض المحلات وتم إطلاق الغاز المسيل عليهم وإغلاق المحلات عليهم. الخطير في الأمر يعني هنالك القوات المظاهر الأمنية كانت خفيفة، نعم. ولكن